الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفي إطار ما تبذله من جهود لضبط السلع الفاسدة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، تمكنت من ضبط 26 طن من الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمخزن ومحل غير مرخصين لتجارة الأسماك بالبحيرة، وقرابة طنين من الأسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بعدد من المحال التجارية بالإسكندرية. في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة، فقد نجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وبالتنسيق مع مديريات الأمن المعنية وقطاعي الأمن العام والأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة في ضبط 9 من العناصر الإجرامية والتي تتاجر بالمواد المخدرة، وبحوزتهم 150 تربة لمخدر الحشيش ونحو 1.1 كيلو لمخدر الهيروين وكيلو جرام من مخدر الكوكايين و15 ألف قرص مخدر وسلاح ناري ومبالغ مالية وهواتف محمولة، إضافة إلى 3 سيارات. العناصر الإجرامية التي تم ضبطها كانت بنطاق محافظات الإسكندرية والدقهلية ومطروح والبحيرة والجيزة.